الحلقة 49 في تفسير جزء عامة، تفسير سورة القارعة. ما هدف سورة القارعة؟ توضح الوسيلة الأولى كيف ننمي الخوف في قلوبنا. ما الموضوعات التي توضحها سورة القارعة؟ 1. بيان أحوال يوم القيامة، بيان أن أحوال يوم القيامة لا يمكن تخيلها من عظمتها. مشهد من مشاهد الناس، مشهد من مشاهد الجبال، مشهد من مشاهد الحساب. طيب نبدأ بأول عنوان، بيان أن أحوال يوم القيامة لا يمكن أن يتخيلها أحد من عظمتها. القارعة أي الساعة التي تقرع القلوب بأهوالها. طب إيه مظاهر الأهوال بتاعتها اللي بتقرع القلوب؟ السماء بالانشقاق والانفطار، الأرض بالزلزلة والتبديل، والجبال بالدك والنسف، والشمس والنجوم بالتكوير والانكدار والانتصار. طيب ما القارعة؟ أي شيء هذه القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ثم زاد في التهويل أمرها فقال وما أعلمك ما هذه القارعة. ما الدليل على أن أهوال القارعة لا يمكن إدراكها من عظمتها؟ أول حاجة سماها الله القارعة، أي الصوت الشديد الذي يخيف القلوب بأهواله. تاني حاجة أخبر عنها باستفهام لتأكيد أن أهوالها وفظاعتها لا يوجد كلام لوصفه. تالت حاجة ونفى تفاصيل علمها عن النبي الذي هو سيد البشر والعلماء. يبقى ده أول موضوع. الموضوع التاني بقى مشهد من مشاهد الناس يوم القيامة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أذكر فيه المشاهد الثلاثة الآتية. المشهد الأول يعني هو ملهوش حد يقدر يتخيله، ولكن هنقول فيه ثلاث مشاهد عشان تفهم مدى الهول. يكون الناس كالفراش يعني المبثوث يعني المنتشر في تفرقهم، وخص الفراش ليوضح شدة خوف الناس وذهابهم ومجيئهم ومن حيرتهم، وشدة الضعف والذل والاضطراب. في الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر. يبقى صور كل إنسان هيبقى عامل زي الفراشة. الفراشة دي تدخل على اللمبة تقعد تخبط فيها، مفكرها الطاقة اللي بتطلع برا البلكونة الشباك، فتتخبط من كتر الرعب، تروح داخل خبطة تاني من كتر الرعب. داخل أجبن وأكتر يعني مخلوق جبان في الدنيا الفراشة. تاني حاجة أذل مخلوق، انت لما تضرب الكلب بيعضك، تضرب الحمار بيرفصك، لكن الفراشة ضربها ليست لها وسيلة إلا الهرب والمجي. تالت حاجة سرعة المجي والذهاب. الناس بتبقى من كتر الرعب عاملة زي الفراشة، خايفة جدا عمالة تجري وتطلب منك حسنات وترجع تطلب منك تاني. طيب المشهد التاني مشهد الجبال. يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش، تكون الجبال الرواسي الضخمة إذا دكت فتتحول إلى تراب ناعم كالصوف الناعم. قال السدي العهن اللي هو الصوف، المنفوش يعني الناعم. الجبال بتنزع وتسير عند السحاب وبتتكسر تبس، وعين تنزل قطع فوق بعضها تتفتفت لحد ما تتحول إلى عهن منفوش. طيب ده الجبال، وما الإنسان بقى اللي موجود ده هيحصل له إيه؟ تالت مشهد مشهد الميزان. يوضع الميزان، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. ويوضع فوق الميزان الموازين في كفتين، فكفة منهم فيها الشخص اللي بيوزن وحسناته وصحفه، وفي الكفة الأخرى السيئات والصحف. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في الجنة، وأما من خفت موازينه السيئات حسناته خفت والسيئات تقلت، فيصرخ مستغيثا بأمه فتناديه النار لأنها أمه، فيهوي بها وأمه هاوية. أم اللي بتناديه هي النار، فهي مأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها. قال تعالى ومأواهم النار. طب ما الدليل من السنة على معنى الهاوية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجر رمي في النار منذ 70 خريفا
فهو يهوي في النار حتى انتهى إلى قعرها. 70 سنة الحجر الضخم ده بينزل وبيعمل الصوت ده. وما أدراك ما هي؟ استفهام بهول النار، وأنه لا توجد كلمات تصف شدتها. ما الدليل على من السنة أن النار هائلة وأن لا يمكن وصفها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون الناس عذابا له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، وما يرى أن أحدا أشد عذابا وإنه لأهونهم عذابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه يوقد ابن آدم جزء من ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. فقالوا: والله إنها كانت لكافية يا رسول الله. فقال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. كيف نجمع بين الروايات اللي بتقول 69 جزء و99 جزء؟ النار حرارتها متنوعة، ففيها جزء 76 جزء وجزء 99 جزء. طب درجة حرارة النار بتثبت ازاي؟ لما النار كل يوم ساعة صلاة الظهر بتسعر، وعشان درجة حرارتها ما تزيدش عن 70 جزء، نؤمر ربنا جعل لها نفس في الصيف فتطلع الحرارة بتاعتها، وعشان حرارتها ما تقلش جعل لها نفس تاني في الشتاء للبرد بتاعها. فالنار فيها نار وبرد والاتنين بيزيدوا مع بعض، وبتصعر النار والبرد الاتنين مع بعض كل يوم ساعة صلاة الظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. طيب نبدأ بقى المستوى التاني. الصورة ديت مكان نزولها مكة، نزلت بعد صورة قريش. ترتيبها 101، عدد آياتها 11 آية، عدد كلماتها 36 كلمة، عدد حروفها 150 حرف. لماذا فسرنا أمه بهذا ولم نفسره بساقط هاون بأم رأسه؟ لأن التفسير الأقرب للفظ القرآن أفضل، وأن من أن يقدر فيه المحذوفات. تاني حاجة، للحديث الذي صححه الشيخ الألباني، قال النبي: إذا حضر الموت أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء. المهم في آخره: فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. فذهب به إلى أمه الهاوية اللي هي النار. طب ما الأحاديث الضعيفة اللي في الباب عند ابن كثير، اللي هي حديث أقيد عليها 1000 سنة حتى سودت وحتى أحمرت؟ ده كله ده حديث ضعيف. قل قولي هذا وأستغفر الله.